فقرتنا هلا مع اشخاص بيقاوموا كل الظروف الصعبه اللي ممكن تمر عليهم، بيحولوها اكيد لطاقه ايجابيه. مجموعه من الشباب بشهر الخير قرروا يكونوا صله وصل بين المتبرعين والمتبرع لهم، فعملوا تاكسي الافطار. شو فكره هالمبادره؟ رح نتعرف عليها اكيد مع احدى مؤسسات المبادره، وايضا هي صاحبه فكره فريق الاعاقه انطلاقه. الان منى عمقي، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، يسعد صباحكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي برحلتنا الصباحيه اليوم. ضيفه عزيزه، خلينا نحكي بالبداية قديش حلو اليوم تكونوا صلة وصل بين الخيرين والمتبرعين، لتقدروا فعلا تكونوا صلة وصل لتقديم أي شيء يسعد الناس، أي شيء يمكن يخفف عنهم ظروفهم ضمن مثل ما قلنا يمكن عم نمر بظروف خاصة اقتصادية صعبة شوي. اكيد هلا نحن كتاكسي الافطار لما نحن بلشنا فيها واشتغلنا حسينا بسعاده داخليه ما فيني اوصف لك اياها. لما ندخل فرحه على قلب شخص هو مستحق فعلا، ممكن بسكبه صغيره بلقمه صغيره، فهذا شعور ما بينوصف، بالاخص انه نحن بايام كثير فضيله، فاي عمل بسيط هو رح يسعد الناس. فيعني ما فيني اشرح لك عنها اكثر، انه هي السعاده عن جد سعاده، هي كلمه من شخص يمكن هي والوقود اللي بخليكم طاقه كثير كبيره. يعني حتى اذا فكرنا مثلا انه نحن ما نكمل، لا اكيد نحن مكملين واكثر. اكيد بفتره كثير صغيره سمعنا كلياتنا بتاكسي الافطار، وهي الفكره يعني بكل مكان بكل الاشخاص صاروا يحكوا مع بعض عن تاكسي الافطار. شو فكره هالمبادره؟ انتم بلشتوا من الاحد الماضي لحد اليوم، توقعتوا يزيدوا عددكم بهالعدد الكبير اللي صرتوا فيه؟ توقعتوا تنشهروا وتنتشروا بكل مكان؟ تماما، هي انتشرت بطريقه كثير سريعه. نحن سمعنا عن الفكره الصديق اللي هو المؤسس الاساسي للمبادره عمار الناطور، اكيد بوجه له تحيه، فخبرنا انه في حدا عامل هذا الشيء نفسه بحمص، فقررنا انه ليش نحن ما نعمل هذا الشيء بالشام. وبلشنا بطريقه كثير سمبل، نزلنا منشورات على صفحاتنا انه نحن حابين نعمل هاي الفكره. التفاعل اللي كان عن جد نحن تفاجئنا فيه، قديش الناس فيها خير، قديش حابه تعمل شيء كثير حلو، فقررنا نعمل صفحه لتاكسي الافطار، وصارت تجينا يعني الاعجابات والفرح لهي المبادره، لانه شيء جديد كثير وكثير شيء سهل انه نحن نعمله بهيك ايام. ويمكن الجميل بهي الفكره تاكسي الافطار هي اختصرتي الوقت، يعني انت باي لحظه تكوني جاهزه لاي حدا ممكن يقول لك انا جاهز هلا، لانه مو كل الناس ممكن تكون جاهزه لتقدم شيء، فايمت ما الناس جاهزه لتقدم اي فعل خير انتم بلحظه فينا نقول مسافة الطريق بتكونوا عندهم. هي اختصرت وقت، اختصرت جهد، واختصرت كمان حتى في كثير من الناس بتقلك يعني ضمن رمضان الظروف ما عم تطلع من بيتها، فانتوا ساعدتوها. فهي كمان شيء يمكن نوعا ما خلى هي المبادرة تأثر بشكل كثير كبير ويكون إلى صدى. خلينا نحكي الاستهداف عم يكون مبدئيا في منطقة ريف دمشق. قديش في مجال ممكن تتوسعوا؟ قديش حلو مثلا مثل ما قلتي بحلب أو حمص يكون بكل المحافظات؟ هيك يكون مشروع بالمستقبل إن شاء الله. نتمنى أكيد نكون بكل الأماكن. إحنا حاليا مستهدفين لدمشق وريفة أكثر شيء، للعائلات اللي هي فعلا رح تكون مستحقة. وفكرتنا إنه أي حدا كل يوم بشهر رمضان هو رح يعمل طبخة، فنحن طلبنا إنه نحن نزود الطبخة شوي وتعطونا سكبة منها. هي فكرتنا، الفكرة تبعنا، كرمال ما نكلف الأشخاص اللي مثلا الوضع المادي ما بيسمح لها. والإقبال فعلا عم يجي كثير كثير حلو، الطبخات كثير عم بتكون مقدمة بكل حب. يعني حرفيا نحن بشكل يومي لما عم نستقبل الأكلات بنحس إنه هي معمولة خصيصا لعائلة معينة. وبعدين مسافة الطريق أو أجرة المواصلات تكون ضعف الطبخة، تماما، يعني هيك بيكون في كمان استفادة بشكل تماماً. أكبر تماما. ونحن عم ننسق هي النقطة، ونحن نحاول ناخذ من كل يوم من منطقة معينة ونوزعها بمنطقة معينة حتى نكسب أكثر عدد ممكن من متبرعين ومن مستحقين بالمبادرة. خلينا نحكي كيف الأشخاص ممكن يتواصلوا معكم، سواء المتبرعين ولا يلي الأشخاص اللي هن بحاجة إنه تتبرعوا لهم بالإفطار. وخلينا نحكي كمان عن نقطة كثير مهمة، كيف أنتم بتحددوا الكمية؟ ممكن مثلا هدول الأشخاص أو هي العائلة تطبخ كمية معينة، كمية ممكن تكون صغيرة بس حابة تقدم أي شيء بشهر الخير، أنتم كيف ممكن تعطوا للعائلة الثانية المتبرع لها؟ ممكن مثلا من أكثر من عائلة تحطوا لها، وبتعرفوا عدد العائلة، بتعرفوا كل شيء، يعني خلينا نحكي أكثر عن هالتفاصيل. أكيد أكيد. هلا نحن بنستقبل الطلبات من المتبرعين يوميا بعد صلاة المغرب للساعة 2 الظهر، يعني قبل الأفطار
الافطار باربع خمس ساعات. اثناء استقبال هي الطلبات نحن بنسجل بنسال المتبرع هيدي السكبه كم شخص بتكفي، فنحن عم يجينا من اهل الخير اسماء عائلات هي مستحقه لهيدي الاكلات، فنحن بنشوف اسماء العائلات اللي بتجينا من اهل الخير وبنشوف هي السكبه لهي العائله فهي بتكون كافيه لها. اوقات طبعا بننوع بحال كانت هي السكبه ما بتكفي وعدد الافراد اكثر بناخذ من سكبه ثانيه، فعلى هذا الاساس نحن عم نشتغل وبنتواصل وبنثبت هذا الشيء وكله طبعا موثق عنا لحتى ما نضيع مثل ما بيقولوا. فنحن من قبل بيوم بنكون مجهزين عنا المعلومات ومنشبك بين العائلات وبين المتبرعين. وفي نقطة كتير حلوة نحن كمان عم نتبعها، ممكن مثلا يجينا شخص بمنطقة معينة والمستحق كمان بنفس المنطقة، فنحن عم نحاول نشبك بينهم انه حضرتك في إلك سكبة اليوم من هيدا الشخص فممكن تروح تاخذها. فكمان هي عم تذكروا أسماء الأشخاص؟ لا ما عم نذكر، نحن بس عم نعطي العنوان طبعا الأشخاص المتبرعين، ما عم تحب تذكر أسماء وطبعا المستحقين نحن أبدا ما بنذكر أي اسم، فنحن بس بنعطيهم العنوان وفيكم تتفضلوا وتاخذوا سكبة رمضان. تمام. يمكن من طقوس شهر رمضان المبارك من زمان نحن اساسا ربيانين عالم الخير، بتلاقي السكبه للجار للجار، انتم طولتوا المسافه وقلتوا مو سابع جار فينا نوصل لاي جار ممكن نحن نقدم له هذا عمل الخير. خلينا نحكي عن دورك انت مؤسسه فينا نقول الاعاقه انطلاقه، مبادره الاعاقه انطلاقه ذو الهمم، عم تفاجئونا بجميع الافكار والمبادرات والطاقات اللي عندكم. في كثير ناس يمكن كامله جسد تلاقيها قاعده بالبيت ما بدها تشتغل مكتئبه والظروف الاقتصاديه كثير صعبه، الظروف الاقتصاديه كثير صعبه علينا كلياتنا. فخلينا نحكي عن مبادرتك وعن احساسك بتحقيق هي المبادره والشغل اللي عم تقومي فيه هلا. عم تحكي بكل حب يعني بكل حب وعيونك هيك مليانه طاقه عم تلمع وسعيده بهيدا الانجاز. اكيد اكيد اكيد. انا الاعاقه انطلاقه صراحه يعني عندي اياها شيء كثير عظيم، حتى ما بعرف اذا عندكم فكره اول من اطلاق ذوي الهمم بسوريا هو انا. يعني انا طلعت من 3 سنين ونص تقريبا على عفوا من 8 سنين على دوله الامارات، فانا شفت الحياه هناك كيف، فانا قلت لا نحن احق انه تكون الحياه احسن هون حتى نغير. فطلعت بالإعاقة انطلاقة من 3 سنين ونص أطلقتها على الأرض. فأكثر شيء الأشخاص من أصحاب الهمم بيحتاجوه هو فرصة عمل لحتى يحاولوا يعيشوا حياتهم، بالأخص مثل ما خبرتينا أنه الظروف الصعبة كثير. فنحن عم نشتغل على هذا الأساس، عملنا كثير مبادرات، عملنا كثير نشاطات، دمجنا أصحاب الهمم بطريقة كثير حلوة. فأنا عن جد لما ينذكر اسم أصحاب الهمم بأي منطقة عن جد بحس بالفخر، بحس أنه الحمد لله لهم دور. يعني ما في مبادرة إلا ما بتلاقي جزء منهم موجود. اكيد اكيد. فهذا الدمج وهذا الوعي المجتمعي اللي صاير حاليا كثير حلو لاصحاب الهمم. ما بننكر انه من قبل ما كان في هي التضوايه، فاحنا عم نحاول نضوي ندمج نساعد بكل شيء بنقدر عليه بالاعاقه انطلاقه. اكيد. وكثير عندهم قدرات يعني يعني عم بيفاجئونا بقدراتهم اللي كثير كبيره. خلينا نحكي عن دور المجتمع تجاه اصحاب الهمم برايك. هلا المجتمع ما راح انكر انه ما انه كثير ايجابي معنا، بده شغل كثير كبير. عم نحاول نغير من مرافق عامة، من مواصلات، من حتى فرص عمل. مو بالسهل نحن نلاقي فرص عمل للأشخاص. حتى أنا كشخص وقت تكون ماشي أوقات بالطريق بتعرض لمواقف محرجة. هلأ أنا كشخص واعي متقبل وضعي الصحي فما عندي مشكلة بهذا الشيء، ولكن لما نروح عند شخص تاني من أصحاب اليوم هو ممكن يسمع كلمة تزعجه يأثر على نفسيه تماما، يأثر ويقعد ببيته. نحن كتير إجانا من هاي الحالات، فنحن عم نحاول نطلعه، عم نحاول نوعي المجتمع بأكبر شيء بنقدر عليه. يمكن هلا كنا نشوف سابقا الاهل ياكلوا هم يخافوا يخبوا اولادهم اللي عندهم مشاكل. نحن بنقول عندهم ذو الهمم لانه فعلا عندهم قدرات خارقه ما أنا موجوده عند الشخص العادي. اليوم عم نشوف لا المجتمع نوعا ما مشان ما نظلمه منفتح اكثر. يعني عم نشوف في اندماج مع هي الفئه نوعا ما عم يصير تضواي عليها. بس قلتي نقطه كثير مهمه هي مع تهيئه البنيه التحتيه لهدول الناس. كمان هون يمكن كمان مبادرتك بتلعب دور كثير كبير من خلال التشبيك مع المؤسسات المعنية. قديش فيني أنا بأقل تكلفة ممكنة، لأنه ممكن يحصل على شغل صاحب الإعاقة بس يمكن البنية التحتية ما مهيئة بشركة فيها درج ما في يطلع، فالفرصة بتروح عليه. كيف عم يتم التشبيك مع المؤسسات؟ ولو قلنا العمل بطيء شوي، إن شاء الله بالأيام القادمة بنشوف في عجلة مستمرة
تستمر بشكل اسرع. تمام. هلا نحن عم نحاول اول شيء بنعمل زياره ميدانيه لاحد الشركات اللي هي حابه تكون معنا، بنشوف اذا كانت مجهزه او لا. بحال ما انا مجهزه بنعطي اقتراحاتنا للتجهيز لتكون مناسبه اكثر. في طبعا شركات مجهزه وفي شركات عم تشتغل. هلا نحن في نقطه كثير مهمه عم نشتغل عليها، انه البنيه التحتيه حاليا نحن باعاده اعمار، فنحن عم نحاول نخبر باعاده الاعمار انه نحن باعاده الاعمار يكون مجهز لنا بطريقه سهله ولطيفه. فان شاء الله يعني هي صح بشكل بطيء، بس نحن عم نسعى بطريقه كثير كبيره للتغيير، ومتاكدين انه التغيير رح يصير، متاكدين عن هذا الشيء. ويمكن هذا الدور اللي موجودين اليوم لنحكي عنه اكثر، لاندماج المجتمع مع هدول الاشخاص، يمكن سمر اللي مثل ما قلنا بالبدايه اللي لهم دور كثير فعال، وفي يمكن أكيد عندهم قدرات موجوده ومخبايه. اكيد في عندكم العديد من القدرات مثل ما قلت لك عم نتفاجئ نحن فيها، وكلياتنا بدنا نشجع انه اصحاب الهمم يعني يطالعوا مواهبهم، يطالعوا قدراتهم، لانكم عندكم دور كثير فعال بالمجتمع. خلينا نحكي عن دور السوشيال ميديا اليوم، انت برايك كيف عم تقدروا تستغلوه بالشكل الايجابي؟ كيف عم تعرفوا الاشخاص عليكم كمان مثل ما حكيت بالشكل الايجابي؟ كيف انتم مثلا قررتي بمشروع؟ شو هو دور السوشيال ميديا اليوم برايك؟ السوشيال ميديا هو سبب النجاح انا بقول، لانه لولا نحن ما ممكن انتشرنا بطريقه كبيره. نحن بدايه صفحه الاعاقه انطلاقه كانت انه نحن ضوينا على الزاويه اللي مو كل الاشخاص شايفتها بالشخص اللي عنده اعاقه، يعني مو عارفين هو كيف عايش ببيته، بشغله، بجامعته. فنحن عم نضوي على هي النقطه لحتى المجتمع يشوفها انه انا مالي شخص ممكن على كرسي متحرك ما بقدر اعمل شيء، لا بالعكس تماما، انا قادر اكون فعال بالمجتمع بطريقه كثير لطيفه. السوشيال ميديا كثير عم يخدمنا. عم نحاول حاليا عم نشتغل، بدنا نعمل حملات توعيه بنقاط معينه لاصحاب الهمم. فانا ما راح اقول غير انه السوشيال ميديا هو سبب النجاح 100%. نحن كلنا سعيدين بوجودك معنا بختام حديثنا لليوم ست منى، بنتمنى لك التوفيق بمشروعك للاعاقه انطلاقه، ممكن تكون انطلاقه لفكر جديد، لفرصه جديده، لمهمه جديده، لمهمه خاصه انت بتحدد قديش قادر تندمج بهذا المجتمع. طبعاً. شكرا كثير، بتمنى لكم التوفيق. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. وانا بس بدي نوه لنقطه، اي حدا حابب يكون معنا ويتبرع لتاكسي الافطار او يزودنا باسماء اشخاص هن المستحقين، اكيد على صفحتنا والاعاقه على الصفحه، اكيد على الصفحه. وطبعا الاعاقه انطلاقه نحن موجودين لاي استقبال، اي فكره، اي دعم، اي شيء من اي جهه، فنحن موجودين دائما على 24. شكرا لك، بنتمنى لك كل التوفيق. واكيد تاكسي الافطار بنتمنى دائما يعني كل سنه يكون مو بس بشهر رمضان المبارك. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. شكرا.